فكرني رجل كرسي بهالبيت. عم تأمر وتنهي من عالك. بابا أنا بدي إياك تقبل مساعدتهم لأنه أنا ما عاد فيني ساعدك بعد هلأ. أنا انقبلت بالجامعة. من يمتى جايك القبول؟ من شهر. أنت من أول ما حطيت رجلك بهالبلد بلشت تطلع عن طوعي. عشت كل عمري تحت طوعك بابا. لأنه كل ولد لازم يكون هيك. بسوريا، بسوريا مو هون. إذا رح ترمي سوريا ورا ظهرك بعمرك ما رح تصير زلمة. أنت شو من غير هالعيلة؟ يا لا تتأفف من صنعة الشوكولا يلي كبرتك وعلمتك. ولك لا تتذكر لكل شيء أنا عملته من شأنك. شو مشان اللي أنا عملته من شأنك؟